يا صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بكل دقيقة من حلقتنا النهاردة. نهاركم جميل إن شاء الله، وجو ابتدى يحلو. لا ما ابتداش يحلو، لا 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 والله خالص، ده فسيكة. هو دفى شوية الصراحة. هي الميزة الوحيدة وانت بتصحى من النوم وبتشيل البطانية ما بتحسش بالبرودة بتاعت يعني الأيام اللي فاتت. بس صباح الهنا والرزق والسعادة والخير دايما على كل الناس اللي نفوسها ويعني وكده وعقلها وقلبها طيبين، واللي عايزين دايما يسعوا في الدنيا وعايزين دايما يعني يطوروا ويحسنوا من حياتهم. بس دايما نقدر نرجع ونقول لازم يكون في إرادة ولازم يكون في سعي، والباقي على ربنا. صباح الفل والخير على حضراتكم. والنهارده معانا يعني أخبار مختلفة، وكمان معانا فقرة طبية بتهم حضراتكم جدا. احنا كل اسبوع لازم يعني نعمل هذه الفقرة الطبية في ملف مختلف. يعني النهارده يمكن ملف برضو هنعرف منك بقى يا كريم ايه تفاصيله. في منتهى الاهمية، ده مفيش اهم منه اليومين دول بصفة خاصة. اه والله، اللي هو فكرة تعزيز المناعة وايه الفيتامينز اللي ناخدها وايه طريقة الاكل اللي لازم يعني ناكل من خلالها، نوعيات الاكل. في حاجات كتيرة جدا يعني فعلا تهمنا ويهمنا ان احنا نعرف الاجابات عليها، خصوصا في هذه المرحلة اللي احنا فيها. كورونا بقى واوميكرون وكل يوم والتاني نسمع حاجه شكل، فربنا يزيح بقى ان شاء الله. أيوة، الموضوع دمه بقى تقيل جدا. هتبقى فقره فعلا مهمه جدا، فكره هنا تعزيز الطاقه والتركيز. اعتقد كلنا بالفئات العمريه المختلفه في اي اسره يعني محتاجينها جدا، ومحتاجين نعرف ايه هي النصايح دي. على كل حال دي هتكون الفقره الثانيه. الفقره الاولى هيكون معانا كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي السابق، وهنتكلم برده معاه. احنا عندنا مباراه في غايه الاهميه اكيد بكره باذن الله، وبرده هنتطرق لملفات خاصه بالنادي الاهلي. بس قبل اي حاجه ممكن احكي لك حاجه، لان امبارح ابص انا اي انتراكشن او اي حاجه بتحصل مع الجماهير انا بحب دايما ان انا انقلها. امبارح انا كنت بحط بنزين في احد يعني او احدى محطات البنزين. فحد من العاملين هناك بيتكلم معايا، فهو بيقول لي يا استاذه نواند احنا بنتابعكم وكده بحبكم جدا، وهو اهلاوي قوي قوي بقى قاعد يحكي لي طول ما انا بحط بنزين يعني. بس هو بيقول لي فقره التمارين الرياضيه اللي انتوا كنتوا بتعرضوها كانت مفيده جدا، ارجعوا اعملوها تاني. لان هو بيقول لي هو بيقعد اكتر من مش عارفه كام ساعه، 16 ساعه بيشتغل، او مش فاكره بالظبط، كان قال لي 14 او 16 ساعه بيشتغل، بيرجع البيت مقتول فبينام، ما عندوش اي وقت يعمل اي حاجه تانية. فبيقول لي دي كانت بتفيدنا ان احنا ممكن واحنا واقفين واحنا في الراحه بتاعتنا في الشغل ان احنا نعمل التمارين دي، فيا ريت ترجعوها تاني. انا يعني مبسوطه ان هو متابع رقم واحد، مبسوطه ان هو يعني الفقره مهمه جدا وبتفيد حضراتكم. ثالث حاجه مبسوطه ان الفكر ابتدى يتغير. يعني زمان ما كناش برضو بنشوف ده شخص بيشتغل كتير ويقول لك خلاص انا عايز اروح انام، لكن ان انت تحط الثقافه وتحطها تاني عندنا في مجتمعاتنا ان لا انت عايز الرياضه تبقى جزء من الحياه، فدي حاجه انا انبسطت منها. طبعا طبعا حاجه مهمه جدا ومفيده جدا. وبعدين لما يكون حد طبيعه شغله شاقه للدرجه دي بعدد ساعات عمل طويله بالشكل ده، ومع ذلك هو حريص ومفتقد الفقره اللي يقدر يعني يتعلم من خلالها شويه تمارين يعملها، ما بال حضراتكم بقى الناس اللي طبيعه اشغالها اخف وارحم من كده بكتير، او الناس اللي عندها مساحه رفاهيه ووقت ان هي تروح جيم احيانا. فطبعا اكيد فقره مهمه جدا، واكيد اكيد نهتم ان احنا نكثف كمان منها الفتره الجايه ان شاء الله. عموما تعالوا بقى نبتدي كلامنا معاكم، لان احنا النهارده عندنا اكتر من ملف مهم. عندنا تحديدا ملفين مهمين جدا، طبعا منتخب مصر امام الكاميرون غدا باذن الرحمن، وكمان مباراه الاهلي يوم السبت اللي جاي امام مونتيري. تعالوا نبتدي بمنتخبنا. من امبارح وفي اعتراض شديد جدا على تعيين الحكم الجامبي باكاري جاساما لاداره مباراه منتخبنا مع الكاميرون، لدرجه ان اتحاد الكره نفسه قدم احتجاج رسمي على تعيينه. الموضوع مريب وعجيب وغريب ومثير وعامل ازعاج، ويعني حاجه صعبه جدا، عامل ازعاج فعلا شديد لناس كتير جدا من المصريين. ولكن هنرجع ونقول برضو يعني اهم حاجه ان لعيبتنا ما تخرجش عن تركيزهم. يعني احنا طبعا شفنا كميات وافره من الاستفزازات اللي حصلت في ماتش المغرب، واغلبها ما كانش كلها حتى بعيد عن مش مجرد العدل، حتى عن المنطق. ومع هذا عرفنا وقدرنا ان احنا نتخطاها. يعني نخلي بقى اتحاد الكوره هو اللي يسلك الطرق الخاصه بيه، ولعيبتنا تستمر في يعني استعداداتها بكامل تركيزها، وربنا ان شاء الله يعيننا على الحكم وعلى الاخطاء الغريبه والحاجات العجيبه اللي بتحصل من اول يوم في البطوله دي على فكره. بس يعني ربنا يصلح الحال ونكمل على خير. بص هقول لك على حاجه، لو هنتكلم بقى يعني بصراحه، طبعا الاجواء اكيد مش لطيفه ابدا. يعني بنتكلم بقى سريعا كده، بنتكلم عن اقامه غير جيده، ادوات يعني استشفاء بدايه، كان كمان لجانب بعض وسائل الاعلام والانتقالات وحاجات كتيره قوي. لا تقدر انت تطلع تقول لا في حاجه غلط.
غلط. طيب ده الشق. الشق الثاني لما تيجي بقى تحديدا تتكلم عن المسحه الطبيه، يعني امبارح طلعوا بعض الاشاعات يا كريم يقول لك ان المسحه الطبيه الخاصه بصلاح اثبتت ان هو عنده كورونا. طيب دي كانت طالعه كده امبارح في وسائل الاعلام الكاميرونيه، طب تقصدوا بده ايه؟ يعني الغرض من كتابه خبر زي كده وخبر مغلوط عن اللاعبين وقائد كمان المنتخب المصري ايه؟ طب بعد ساعه تقريبا يا كريم بقى، انا عايزه اقول لك مش اكتر من ساعه تقريبا، اتحاد الكره طلع بيان رسمي واعلن سلبيه جميع افراد البعثه المصريه وكل اللاعبين ان هم جاهزين للمشاركه في مباراه الكاميرون الحمد لله. وكمان عايز اقول لحضراتكم ابو جبل والونش وحمدي فتحي كمان، يعني احنا استعدنا ثلاثه من اللي كانوا مصابين من اللعيبه بتوعنا. وطبعا خلاص يعني هنتكلم عن حجازي كمان، لا هو انتهى مشواره مع المنتخب عشان هو سافر المانيا للعلاج بعد اصابته بتمزق للاسف الشديد في اوتار الساق. لكن اخبارنا حلوه، استعدنا لعيبتنا، مفيش ولا نتيجه من البي سي ار نيجاتيف. فانت ليه بتصدر حاجات زي كده؟ برضو مش هنتكلم انها يعني الشكل العام، او مش هنتكلم انها مقصوده قوي، هنقول البعض حاول ان هو يثير يعني البلبله، حاول يثير الجدل يعني قبل المباراه الهامه، ولكن ده برضو شيء غير لائق يعني ملوش يعني معنى الصراحه. بعد ناهيكي يعني عن هم ضربوا الصحافه وموضوعيه الصحافه في مقتل بنشرهم اكاذيب وحاجات غير صحيحه، بس تفكري فيها فعلا ايه المكسب؟ طب هل اثاره بلبله وجدل لصالح مين؟ طب طمانه الجماهير؟ لا لصالح الكاميرون طبعا، حتى يعني ما طبعا لصالح. بس انا بكلمك على ايه؟ يعني انت مثلا لو عايزه تبعتي رساله طمانه تعالي نقول للجماهير، واخده بالك ازاي، الكاميرونيه، طب ما هنشوف محمد صلاح نازل من اول دقيقه في يعني ايه المكسب اللي ورا الحركه اللي هم عملوها؟ عجيبه جدا. بس على فكره في موضوع يعني انت ليكي حق في انتقادك طبعا لكثير من التفاصيل المتعلقه بالاقامه والتنظيم بتاع، بس حته الاستشفاء ايه اللي ما كانش عاجبك فيها؟ شفتي في صوره كانت منتشره الفتره الاخيره اللي هو استشفاء بالجردل، شفتي الجردل اللي صارفينه لكل لعيب؟ بكلمك بامانه والله محمد صلاح كان واقف واخد دوره، مستني دوره في الجردل عشان انا ما شفتش كده في حياتي يا ست. ولا هتشوف والله العظيم انا ما شفتش كده في حياتي. على كل الاحوال احنا طبعا ما عندناش يعني شك في ان كلنا ثقه في كل لاعبتنا، وباذن الله باذن الله نوصل للنهائي ونستطيع ترويض اسود الكاميرون. قبل ما نتكلم بقى عن استعدادات النادي الاهلي للمونديال، عايزين نقرا لحضراتكم كده بيان الشكر اللي وجهه كابتن محمود الخطيب لدوله الامارات الشقيقه، والتاكيد على مصلحه منتخبنا قبل الاهلي، وده طبعا عشان تضارب مواعيد امم افريقيا مع المونديال، وطبعا اكد على ثقته في كل لعيبه النادي الاهلي المتواجدين في الامارات. كلمه الكابتن محمود الخطيب تضمنت الشكر والتحيه لدوله الامارات الشقيقه على الاهتمام وحفاوه الاستقبال لبعثه النادي الاهلي، وقال ان هذا الامر ليس بجديد على الاشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخيه يعتز بها الجميع على مر العصور، واضاف ان اقامه بطولات عالميه في الامارات الشقيقه يعكس نجاحاتها الكبيره في تنظيم المناسبات الرياضيه السابقه، لا سيما انها تملك بنيه تحتيه رائعه وكوادر متميزه. وعن مشاركة النادي الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية للمرة السابعة، قال إن ثقته كبيرة في لعيبة النادي الأهلي الذين سيشاركون في البطولة، وإن أي لاعب يرتدي تيشيرت النادي في أي مناسبة أيا كانت الظروف سوف يبذل أقصى ما لديه لرفعة اسم النادي الأهلي والحفاظ عليه، وأن النادي الأهلي ومسؤوليه في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى، ولكن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة، وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج. وده اللي احنا قلناه طبعا امبارح بالفعل من خلال برنامجنا، يعني أن النادي دايما كالعادة النادي الأهلي بمن حضر وكل من ينتمي لهذه المنظومة الأهلوية مدرك دوره وعارف كويس قوي واجباته نحو هذه المنظومة لإسعاد الجماهير أكيد في المقام الأول. بص الكلام ده محترم جدا يا كريم، وإحنا قلنا الكلام ده برضو أكدنا عليه امبارح في الحلقة اللي حضراتكم فاكرين، وقلنا هو ده النادي الأهلي منظومة متكاملة، وده اللي أكد عليه برضو كابتن محمود الخطيب، ورفض تماما، هو رفض تماما الحديث عن فقدان الفريق للعيبة الدوليين مع اللي هم مع المنتخب، لأن هم في مهمة، قلنا الكلام ده قبل كده، في مهمة وطنية وأكيد مصر أولا. هو وضح كمان إن النادي لما عرف قبل فترة بتعارض موعد بطولة الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية، هو اتحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة، وتمت مخاطبة كمان الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقبلها كان الاتحاد المصري لكرة القدم كمان، عشان يطلع بمسؤولية زي ما بيتقال كده في هذا الشأن. وبعدين كان في اتصالات مكثفة وقتها، وأعلن رئيس اتحاد الكرة في الوقت ده كمان إن المنتخب هيشارك في كأس الأمم بكل اللي
اللعيبه، وان الاهلي كمان هيشارك في بطوله العالم للانديه بكل اللعيبه، واكيد مش يعني ولن تكون، هو اكد كده وقال مش هتكون هناك مشكله. لكن اللي حصل يعني للاسف الشديد الواقع كان ان في النهايه تفاجأنا بتعارض مواعيد البطولتين، وحدث ما حدث زي ما حضراتكم اكيد تابعته. وبالتالي كان قرار النادي الاهلي ان هو لكل شيء قبل كل شيء في مصلحه، وهي مصلحه مصر اكيد اللي بتيجي اولا. وكمان فكره هنا نجاح لاعبي الاهلي في رفع اسم مصر مع زملائهم في الفوز ببطوله الامم الافريقيه ده شيء في غايه الاهميه، واكد ان ده امر اكيد بيسعد كل الاهلاويه وجماهير الاهلي كمان هي اول من تساند منتخب بلادها. فالكلام ده يعني اكد عليه كابتن محمود الخطيب، الكلام ده احنا بناكد عليه، الكلام ده النادي الاهلي بياكد عليه، فمفيش اي مشاكل خالص، واعتقد الصوره دلوقتي يا كريم واضحه يعني. طبعا طبعا. طيب يعني امبارح كمان كان في تدريبات للنادي الاهلي في الامارات، طبعا اكيد استعدادا لمونتيري المكسيكي ولقاء هذا اللقاء المرتقب، وكمان كان في محاضره فنيه لبيتسو موسيماني مع اللعيبه شرح من خلالها العديد من الجوانب التكتيكيه والفنيه خلال الفتره القادمه. كمان كان في تدريب قوي جدا لحراس المرمى، وعلى هامش المران كان في مواصله لبرنامج العلاجي لبيرسي تاو، وكمان البرنامج التاهيلي لحسام حسن. برضه في استكمالا لاخبارك يا كريم، في اخبار حلوه وعوده برضه او انضمام علي معلول لبعثه الاهلي، والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق هو اعلن تعافي كمان محمد محمود من اصابته بشد في العضله الخلفيه، وبدا برنامجه التاهيلي لجانب الانتظام عفوا مصطفى شوبير ومحمد مغربي برضه مع بعثه الاهلي بعد سلبيه مسحتهم الطبيه. ونقول يعني في النهايه كل التوفيق اكيد للاعبتنا في مونديال الانديه، تحدي كبير بس تحدي احنا يعني قد، ومش اول مره كمان، فحتى لو كان في اصابات، حتى لو كان في غيابات، حتى لو كان في عدم مشاركه من بعض اللعيبه الاساسيه، بس انت برضو النادي الاهلي، فكل التوفيق ان شاء الله. هو طبعا الاهلي بالمنحدر ما عندناش ذره شك في ده يا هواند، بس برضو يعني سيبك انت، لو ما كانش حصل اللي حصل ده وكان النادي الاهلي راح بكل يعني جنوده وبكامل قوته وعتاده، كانت هتفرق برضو مع المنتخب كتير. يعني انا طبعاً. لو ما كانش بقى في تضارب بقى ما بين المنتخب، ولو ما كانش في الاصابات والعضله الخلفيه والضمه، لو ما كانش في شويه العكننه دي كانت هتفرق معانا كتير. بس برضو نرجع ونقول اولا واخيرا الاهلي بمن حضر، ولاعبتنا رجاله ويقدروا ان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه. طيب وللمزيد من التفاصيل حول حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره الايام القليله القادمه، معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، صباح الفل. صباح الفل كريم استاذ نهاوند، اهلا بيكم وبكل السادة. اهلا بيك دكتور، اهلا بحضرتك. يعني واضح ان النهارده العمليه ادفى شويه من الكام يوم اللي فاتوا، توقعات بقى يعني هيئه الارصاد الجويه لدرجات الحراره والحاله الجويه عموما هتكون عامله ازاي على الاقل على مدار الويك اند اللي جاي؟ هو الحمد لله بقى فعلا امبارح والنهارده الاجواء مختلفه شويه، في زياده في فترات سطوع اشعه الشمس، وبقلت كميات السحب وكميات الامطار بشكل كبير جدا على كافه المحافظات الجمهوريه. في نشاط الرياح شويه، ده مع غياب اشعه الشمس بالليل بيدينا احساس بالبروده اكثر شويه. اكيد. لكن الاجواء الحمد لله زي ما اتفقنا مع بدايه فبراير الاجواء استقرت كثير عن البروده الشديده اللي كانت موجوده معانا في يناير واللي استمرت اكثر من 15 يوم. وارد طبعا عشان احنا لسه فصل الشتاء، وفقا لتوقعات هيئه الانشطه الجويه قلنا في حاله عدم استقرار بكره وبعد خميس وجمعه. ضرب الويك اند. الويك اند اتضرب لو حد عايز يخرج، عايز اسر تنزل تفسح يعني اولادها، حد يسافر اي محافظه كده بلاش يعني. معلش يعني نستنى شويه ماشي. فيعني الانخفاضات طفيفه في درجات الحراره، يعني توصل ل 16 ل 17 درجه. ده في النهار طبعا على السواحل الشماليه والبحر القاهره 18 درجه على جنوب البلاد. فترات الليل ما بين 10 درجات و 11 درجه، لكن هناك نشاط رياح، نشاط الرياح ده هيزود احساسنا شويه بانخفاض درجه الحراره، ممكن يكون مثير للاتربه في المناطق المكثوفه والاماكن المفتوحه. بالاضافه الى اضطراب الرياح البحريه طبعا بسبب نشاط الرياح في البحر المتوسط تصل من 4 ل 5 امتار خميس وجمعه. يجي العنصر الثالث سقوط الامطار، فسقوط الامطار بالفعل هيكون متوسط لغزير على السواحل الشماليه خصوصا السواحل الشماليه الغربيه، سلوم، مطروح، اسكندريه، البحيره. يوم الجمعه تمتد لتشمل كفر الشيخ والتأهليه ومناطق من السواحل الشماليه الشرقيه، دي كلها امطار متوسطه لغزيره
تكون رعدية أحيانا، وممكن تسقط معها بعض حبات البرد دي أثناء سقوط الأمطار. طيب دكتور محمود، أنا عندي سؤال، لأن أنا عندي ناس أصدقاء ليا جايين من ألمانيا زيارة، فهم كانوا بيفكروا يروحوا الجونة تحديدا، هل الأجواء متاحة؟ هم جايين إن شاء الله بكرة، فهل يسافروا يعني أقول لهم تمام برضو أطمنهم، ولا حضرتك ترشح محافظة تانية يعني جوها أفضل، عشان فعلا هم عايزين جو شوية يعني مشمس؟ لا هو مشمس يعني الى حد كبير هناك يوم الخميس، وممكن يكون فيه سحب شويه يوم الجمعه، حتى لو حصل امطار يوم الجمعه هتكون حاجات خفيفه. تمام، يعني الطرق امنه تماما الحمد لله. ودي ميزه مصر بقى، ان انت بيجي لك ناس من العالم كله في وقت عز الشتاء اللي هو برضه في العالم، علشان يستمتعوا لسه باجواء يعني دافيه، ف بجد حاجه الحمد لله يعني، دي من عند ربنا فعلا. تمام، في اي لا انا تمام. ربنا يخليك يا دكتور محمود، يعني نورتنا كالعاده بوجودك معانا، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شهيد. يعني نطلع الجونه كلنا ان شاء الله واحنا مطمئنين، ولا الوضع دول ناس اجانب، احنا خلينا هنا في القاهره نعمل هناك، مش لتوطيد العلاقات المصريه الالمانيه. يلا خير. طيب احنا نروح فاصل ونرجع نكمل، ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الفل والهنا مره ثانيه على حضراتكم. خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان. هنروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره، مراسلتنا العزيزه هناك منى ابراهيم عشان تنقل لنا الاجواء وكمان تقول لنا اخر الاخبار. يا منى صباح الخير، مصبح عليكي انا وكريم وكل اكيد جماهير دلوقتي 10 الصبح في الاهلي اللي بيتابعنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي باكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده. خلوني بس في البدايه اطمنكم على حاله الطقس هنا في النادي الاهلي في مقر رئيس للنادي الاهلي في الجزيره، وكمان الحاله المروريه في الاماكن المحيطه بالنادي. يعني يمكن درجه الحراره الطقس حاليا من داخل النادي 13 درجه، يعني الجو الشمس طالعه بشكل كويس من الصبح، الجو دافي، يمكن طلوع الشمس كمان مدي دفء اكتر يمكن مدي دفء اكتر للجو. كمان لاحظت بعض وجود بعض الاعضاء في تراك النادي بيمارسوا رياضه المشي، ده طبعا نظرا لحاله الجو النهارده ان شاء الله يعني هتكون احسن من الايام اللي فاتت. اما بالنسبه للحاله المروريه فيعني برضو في سيوله مروريه جيده في المناطق المحيطه بالنادي الاهلي هنا، يعني جيت في وقت اسرع من المعتاد النهارده. خلوني بقى اقول لكم ان اعضاء النادي هنا في فرع النادي بالجزيره زي جماهير الاهلي كلهم وزي جماهير مصر كلها في حاله ترقب وانتظار لمباراه منتخبنا الوطني غدا امام الكاميرون الساعه 9 مساء في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يعني الناس كلها هنا في النادي طبعا بتتكلم عن جاهزيه لعيبه مصر، خاصه بعد ما نتيجه المسحه طلعت سلبيه لجميع اللاعبين. كل التوفيق منتخبنا الوطني، ان شاء الله نعمل مباراه مهمه، طبعا مباراه كبيره كل المصريين بيستنوها، ان شاء الله يفرحونا ويبقوا في النهائي باذن الله. ومن الكاميرون لابو ظبي، حيث يستعد فريق الاهلي بطل افريقيا للقاء منتير المكسيكي في كاس العالم للانديه بالامارات. يعني المباراه هتكون يوم السبت المقبل ان شاء الله الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. النهارده يعني يمكن النادي الاهلي هيؤدي مرانه الثاني في الامارات، وان شاء الله مستر موسيماني يطمئن على جاهزيه كل الفريق وكل عناصر الفريق. يعني يمكن طبعا في ظل الغيابات الكثيره، في ظل كمان الاصابات الكثيره، لكن زي ما بنقول دايما الاهلي بما حضر، ان شاء الله ايا كان مين اللي هيكون موجود، دي اي حد بيرتدي تيشرت النادي الاهلي بيبقى جماهير النادي الاهلي عندهم ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله يفرحونا. خلونا بقى ننتقل لباقي الاخبار الرياضيه هنا من النادي الاهلي. خلونا نبتدي بكره السله رجال. طبعا في دلوقتي توقف دولي علشان طبعا منتخبنا الوطني، يعني يمكن خلوني اقول لكم ان مدرب منتخبنا الوطني لكره السله الكندي روي رانا استدعى 5 لاعبين من شباب سله الاهلي لقائمه منتخب الاولمبي لكره السله، وهم عمرو زهران، عبد الله ناصر، محمود وليد، كريم حاتم، وسيف صلاح المعار الى نادي طنطا. كمان استدعى المدرب من رجال الأهلي 6 لعيبة للمشاركة في تصفيات كاس العالم لكرة السلة، وهم إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، سيف سمير، عمر عزب، وأحمد إسماعيل. كل التوفيق أكيد ليهم ولمنتخبنا الوطني. اما لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم، مستمرين في استعداداتهم وتمريناتهم النهارده علشان مواجهه نادي الشمس يوم السبت القادم من بطوله الدوري.
خلونا بقى نروح لكرة الطائرة ورجال كرة الطائرة اللي بيواصلوا مشوارهم في بطولة كاس مصر لاستعاد اللقب المعتاد بعد فوز الماسترز طبعا رجال كرة الطائرة وتألقهم في الدور الثمانية والنتيجة اللي انتهت ب3-0 على نادي سبورتنج، تأهلوا إلى دور نصف النهائي من بطولة كاس مصر اللي هيواجهوا فيها الفائز من مباراة بتروجيت والزهور إن شاء الله. يعني يمكن كمان من الأخبار السارة يا هواندي كريم إن أمس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أصدر قرار بالسماح بالوجود أو الحضور الجماهيري لمباراة هذا الموسم تحت إشراف النادي المنظم للمباراة. أكيد طبعا يعني وجود الجمهور في الصالات سواء طايرة سلة أو يد بيكون حاجة حلوة جدا، يعني بتحفز أكيد اللعيبة بتحسسهم بالحماس أكتر ووجودهم في الماتش بشكل أقوى. سيدات كرة الطائرة مستمرين أيضا في تمريناتهم لمواجهة نادي هليوبلس ضمن منافسات الدور الثمانية من بطولة كاس مصر اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة الساعة 6 مساء على صالة الشهداء هنا في المقر الرئيسي بالنادي الأهلي بالجزيرة. أما كرة اليد رجال بيواصلوا أيضا استعداداتهم لمواجهة نادي سموحة في الدور 16 من بطولة كاس مصر يوم السبت المقبل. يعني يمكن الفريق كان فاز وتعادل تعادل في مباراته الاخيره مع نادي الزمالك انهى الشوط الاول لصالحه بنتيجه 16-15 ولكن في الشوط الثاني تعادل وانتهت النتيجه 29-29 طبعا بتعادل للفريقين، لكن المباراه كانت شهدت نديه كبيره جدا ويعني وتالق كبير من لعيبه النادي الاهلي. خلونا بقى ننهي بفريق كره الماء للنادي الاهلي اللي امبارح حقيقي فاز فوز كبير جدا واكتسح فريقه نظيره فريق هيئة قناة السويس بنتيجة 20-2. يعني المباراة دي كانت جمعت الفريقين في نادي على حمام سباحة نادي الجزيرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني يمكن الأهلي هيقابل إن شاء الله نادي الجزيرة يوم السبت القادم. يعني يا هواندي يا كريم دي كانت كل أخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا على المتابعة والعودة إليكم مرة تانية في الاستوديو. تفضلوا. يعني تغطية أكثر من رائعة حقيقية منا، بنشكرك عليها جدا. وإحنا شايفين يمكن من باك جراوند عندك كمان في توافد لأعضاء من أعمار مختلفة، يعني شفنا جد تقريبا مع أحفاده وناس بتعدي من وراكي، فكويس جدا برضو الحركة أنا بحبها جدا في النادي. لا تنقطع على فكرة برضو من الأعضاء على... روح أي وقت هتلاقي أعضاء متواجدين رايحين يطمنوا على حائط البطولات ويشوفوا أخبار الكؤوس أيوة. والدروع حد والحاجات. هذه اللحظة كل ما بتروح بتلاقي زحمة كتيرة جدا، الناس حتى لو أنت اتصورت مرة واتنين حابب إن أنت تتصور لأن كل فترة بيبقى فيه زيادة. طبعا. طيب نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره، وطبعا عشان نتعرف على اخر الاخبار الصحفيه في كافه الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه، وزميلتنا العزيزه روزان نصر هي موجوده هناك حاليا وهيبقى لها كمان لقاء مع الاستاذه من عمر الصحفيه بالموقع. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفتك العزيزه، اتفضلي. بصبح عليك يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورة. يعني هنبدأ بالعناوين من موقع يلا كورة. إيقاف مروان داود ومساعد كيروش، كاف يعلن 7 عقوبات بشأن أحداث مصر والمغرب. من موقع اليوم السابع، منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا. من موقع الشروق، بوركينا فاسو تهدد طموح السنغال بالنهائي الثاني تواليا في كأس الأمم. ومن موقع روسيا اليوم، تأهل 15 منتخب إلى مونديال قطر. طبعا هيكلمنا اكتر في تفاصيل هذه الاخبار الصحفيه من عمر بموقع يلا كوره. يعني في البدايه خليني طبعا ارحب بيكي على شاشه قناه الاهلي، ويعني ابدا معاكي ان الاتحاد الافريقي طبعا يعني جاءت امبارح عقوبات واحداث كتير بعد مباراه مصر والمغرب وايقافات يعني وغرامات كتيره. كلمينا بقى عن العقوبات دي وهل ممكن ياثر على المنتخب قبل مواجهه الكاميرون ام لا. بصبح عليكي الاول يا روزان، وبصبح على كريم ونهاوند في الاستوديو، وصباح الخير على كل متابعي قناه النادي الاهلي. طبعا يعني فوجئنا بالعقوبات بتاعت الاتحاد الافريقي امبارح. اوكي كان في تحقيقات وكان في سرعه في اتخاذ العقوبات، ده كان حاجه كويسه، بس كانت فين التحقيقات والعقوبات دي وقت حادث التدافع بتاع مباراه الكاميرون وجزر القمر؟ كان نفسنا نشوف السرعه دي والاحداث دي والعقوبات دي بعد المباراه بشكل سريع. anyway في الاخر تم التحقيق في
المشادات اللي حصلت بعد مباراة مصر والمغرب اللي كل الناس تابعتها في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، الالتحاقات اوضحت او ادت الى عقوبه مروان داوود، اسمه فوجئنا باقحامه يعني في العقوبات، كان الكلام قبل كده على لعيبه اخرى يعني هي اللي حصلت ما بينها المشادات. تم ايقاف مروان داوود من منتخب مصر، تم ايقاف سفيان شكلة وسفيان بوفال من منتخب المغرب مباراتين للثلاثة. غرامات مادية شفناها $10,000 على الاتحاد المصري والاتحاد المغربي، توجيه إنذار لكيروش، إيقاف مساعد كيروش 4 مباريات. يعني في الاخر احنا كل ده احنا مش عايزينه يؤثر طبعا على استعدادات المنتخب لمباراة الكاميرون. خلينا نركز على المباراة. الحمد لله المسحة طلعت سلبية، الحمد لله ما عندناش إصابات زيادة عن الإصابات اللي قبل كده بفيروس كورونا، فيعني الحمد لله نقدر ان احنا نركز، نخلينا في المباراة وخلي تركيزنا اكتر على المباراة وخلاص، ملف العقوبات انتهى واللي حصل حصل. يعني منتخب مصر بدأ بالفعل استعداداته لمواجهة طبعا الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم. شفنا الساعات الأخيرة تصريحات نارية، كلمينا بقى عن المشهد في الكاميرون بشكل عام وآخر استعدادات المنتخب. احنا المنتخب ليه تمرين النهارده نهائي طبعا قبل المباراه. امبارح محمد ابو جبل حارس مرمى المنتخب شارك في مران جزئي في التدريبات، دي حاجه كويسه. طبعا الشناوي ما قدرش، الشناوي عنده برنامج علاجي بينفذه، انما ابو جبل هو اللي بيواصل التاهيل وان شاء الله يلحق المباراه. طبعا حجازي زي ما كلنا عرفنا هيبقى بره المباراه، ولو كملنا هيبقى بره البطوله اصلا. نتمنى رجوع حمدي فتحي الونش عشان الدفاع، نتمنى التدعيمات دي ترجع للمنتخب قبل المباراة. إن شاء الله المسحة الأخيرة تطلع برضو سلبية. بالنسبة للتصريحات عشان برضو نكون منصفين، التصريحات بتاعت صامو القيتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي كل الناس تابعتها إن المباراة هتبقى حرب وكان بيحفز اللعيبة بتاعته، ده الحقيقة ما كانش بعد ماتش مصر والمغرب، ده كان بعد ماتش الكاميرون وجامبيا لما هم عرفوا إنهم وصلوا سيمي فاينل، ما كانش لسه تحدد طرف المواجهة الأخرى. الفكرة كلها هو كان بيحفز اللعيبة، كان بيحمسهم، البطولة على أرضهم، هم مطالبين طبعا أكتر إن هم حققوا البطولة، بس في الآخر إحنا منتخب مصر، هم اللي مرعوبين أكتر مننا، دي حقيقة، بدليل الشائعات اللي بيطلعوها على المنتخب وعلى المساحات خصوصا صلاح. فاحنا لينا وزننا، لينا قدرنا، مش مطلوب مننا اكتر من ان احنا نركز ونلعب بتشكيل متوازن طول المباراه، وان شاء الله باذن الله هنحسم الماتش لصالحنا. النهارده كمان هتنطلق مباريات نصف نهائي كاس الامم، توقعاتك بقى لمباراه السنغال وبوركينا فاسو؟ واقعيا على الورق السنغال تتأهل للنهائي، بس بوركينا من أول البطولة وهي بتعمل مفاجآت، تأهلت من المجموعات بفوز وتعادل وخسارة، في دور الـ16 قدرت إن هي تقصي الجابون وعملت مفاجأة كبيرة، الناس يعني كلنا تفاجئنا إن هي أقصت تونس في ربع النهائي بغض النظر عن الجدل التحكيمي اللي حصل في المباراة، بس هي قدرت إن هي تقصي تونس، منتخب عربي، منتخب تقيل. السنغال اتأهلت للفاينل مرتين، مرة في 2002 في البطولة اللي استضافتها مالي، ومرة في 2019 في البطولة اللي استضافتها مصر وفازت بيها الجزائر طبعا في 2019. بوركينا ما تأهلتش للفاينل غير مرة واحدة في 2013 في النسخة اللي استضافتها جنوب أفريقيا وتوجت بيها نيجيريا. فزي ما قلنا واقعيا السنغال تتأهل، بس المفاجآت اللي عملتها بوركينا ممكن تخلينا نشوف نتيجة تانية غير السنغال. كوريا الجنوبية كمان حسمت تأهلها امبارح بعد الفوز على سوريا، كم منتخب تأهل بشكل رسمي حتى الآن؟ عندنا لحد دلوقتي 15 منتخب حجزوا مكانهم في المونديال، المونديال ده هيشارك فيه 32 منتخب، فاحنا تقريبا بنتكلم في النص، تمام؟ عندنا 10 في من قارة أوروبا، عندنا 2 من أمريكا الجنوبية، وعندنا 3 من آسيا، أولهم طبعا قطر الدولة المستضيفة، عندنا كوريا الجنوبية، عندنا إيران، عندنا البرازيل والأرجنتين، عندنا من أوروبا ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، هولندا، صربيا، كرواتيا والدنمارك. فاضل بنتكلم في 17 منتخب هم اللي فاضلين، منهم طبعا المقاعد الأفريقية اللي بنتمنى بإذن الله إن مصر تحسم مقعد ليها بإذن الله في مارس.
بشكرك جدا الصحفية منى عمر بموقع يلا كورة. مشاهدينا دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع يلا كورة، بشكركم جدا وعودة لكم مرة تانية. احنا اللي بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا بنشكر ضيفتك الكريمة نورتونا، وبنشكركم على هذه التغطية الصحفية. عايز أقول لك أنا وروزان كنا بنتكلم بالليل لغاية الساعة 2 الصبح، معرفش هي صحيت ازاي وأنا صحيت ازاي. شكرا ليكي زميلتنا العزيزة روزان نصر. طيب بكده حضرات يكون الجزء الأول من حلقة النهاردة خلاص انتهى، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم أول فقرة حوارية في حلقة النهاردة، خليكم معنا. طيب منتخبنا زي ما حضراتكم عارفين أمام مهمة قوية جدا بكرة بإذن الله في مواجهة الكاميرون، بنتكلم في نصف نهائي الكان. الأهلي برضو عنده يعني ضربة البداية في مونديال الأندية يوم السبت أمام مونتيري المكسيكي، دي ملفات مهمة جدا ويمكن حديث الساعة والصحف كمان مختلفة سواء محليا أو عالميا. خلينا نتكلم عن كل ده وعن الرؤية الفنية كمان للمباراتين مع كابتن فتحي نصير مدرب منتخب مصر السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والإفريقي وصاحب ايضا الخبرات المتعدده والتاريخ الكبير. يعني اقول ايه تاني؟ صباح الخير. صباح الخير. منورنا والله يا كابتن. لا انت المنوره وكريم منور ونسيتي بس النادي الاهلي كمان. انا قلت النادي حاضر منتخب مصر. ما انا كنت هكمل بقى بس لقيت الموضوع هيطول قوي. هيطول يلا. لا النادي الاهلي منورنا كالعاده كابتن فتحي، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، خصوصا بقى لما يكون عندنا ملفات مهمه زي اللي احنا بنتكلم او هنتكلم مع حضرتك فيهم النهارده. استاذنك نبتدي بلقاء الغد ان شاء الله مصر والكاميرون، توقعاتك تخوفاتك شايف الموضوع هيمشي ازاي؟ لا هي اولا المباراه النادي او المنتخب مصر بدا ياخد الخط السليم له وبدا التصاعد بتاعه من اول مباراه للثاني للثالث، ثم وصلنا لساحل العاج، ثم وصلنا المغرب واحنا صاعدين، فالمنحنى صاعد مش نازل، كيرف صاعد، طالعين الهرم احنا دلوقتي. شايف ان الفرقه بدات دلوقتي تتماسك، بقوا متفاهمين، بدا كروش يوضع ايديه على الخطط اللي ممكن يقدر بيها اي فرقه قدامه بيلعب عليها، على نقط القوه ونقط الضعف والامكانيات الفرق اللي قدامه بيحاول يلعبهم، فين استغل القوه يعني اوقفها، فين الضعف ان انا استغله على اساس ان انا اوصل. انا شايف ان شاء الله باذن الله الطموح كله لنا والجماهير واللعيبه حست بنبض الشارع دلوقتي، فاكيد ان هم عارفين ازاي هيتقابلوا مع الكاميرون. الكاميرون طبعا الهيستوري او التاريخ طويل معاهم، لكن هنلاقي الكفه لصالح مصر، يعني النتائج كلها لصالح مصر، سواء بعدد المباريات اللي احنا فزناها او بعدد الاهداف اللي احنا سجلناها. لكن الواقع دلوقتي مباراه بكره لا تعترف بالتاريخ، لان التاريخ مش هو اللي بيلعب طبعا. اللي بيلعب اللعيبه طبعا. التاريخ يدينا قوه، يدينا اطمئنان. لا والتاريخ تضمن ظروف مختلفه ومدراء فنيين مختلفين بتكنيك مختلف وشخصيه كانت دايما حاضره، مش زي النسخه دي قعدنا فتره بندور على هويتنا بالزبط. في الملعب فاحنا فالتاريخ ده لما نقول الناس بتقول التاريخ الماضي قوي، الماضي كويس كل حاجه، بس احنا النهارده المباراه مش هتعترف بتاريخك طبعا. ان انت كسبت كام بطوله وكسبتهم قد ايه، لان في اللاعبين مختلفين والمدربين مختلفين والاجواء مختلفه طبعا. والظروف للمباريات مختلفه والاصابات اللي عندنا موجوده صحيح. يعني حاجه غريبه هذا في 2022 الاصابات اللي جت على منتخب مصر لاول مره في تاريخ منتخب مصر يحصل له اللي بيحصل له ده، يعني كان عندنا حارس واحد هو اللي يكمل البطوله كلها صح. لكن طيب. دلوقتي انت يعني داوبت ثلاث حراس كويس ان احنا طيب. معانا اربعه يعني اصلا في يعني في قائمتنا، فدي حاجه كويسه برضو، ما كانش حد عارف ان ده هيبقى في الحسبان ولا لا. طب كابتن نصير عايز اروح مع حضرتك، لقيته تصريحاته الغريبه شويه في الاول يقول لك انت او احنا داخلين حرب، وفكره هنا انتقاد البعض ليه وفكره ان هم بيتقال عنه، يعني هو دي مش تصريحات او هو لسه مش عارف يفرق ما بين كونه كلاعب وكونه كمسؤول، في لسه لبس ما بين ده وده، رايك ايه؟ هو طبعا هو متحمس وقوي، انا اعرفه يعني معرفه شخصيه فعلا. طبعا التقيت بيه لان هو كان بيلعب مع الكاميرون وكنت في بطولات افريقيا، انا كنت منسق في جيرا كوردينيتور اربع بطولات مع الكاميرون، انا 10 لكن هم اربعه مع ايتو.
تمام. فقيته انا يعني اعرفه يعني. طب احكي لنا عن شخصيته كلاعب ودلوقتي كمسؤول والفرق. شخصيته مؤدب جدا وخجول جدا وودود، وتحس ان ما عندوش دي، بس هو الحماس اللي عنده هو بيشجع لعبته. بس هو قال المباراه دي ما قالش على منتخب مصر. لا هو كان ما هو مباراه هيلاعب مين؟ ما هيلاعب منتخب مصر. الكلام اللي اتقال، لا الكلام اللي اتقال انه هو قال التصريح ده في غرفه ملابس اللعيبه بعد اخر لقاء ليهم. ليهم بس احنا وما كانش لسه ماتش يعني مصر والمغرب اتلعب، فالكلام في المطلق. وبعدين هو الى حد كبير من المنطقي ان هو يحمس اللعيبه بتاعته بحكم ان هو لعيب تاريخي ورئيس اتحاد. ما هو الاسلوب ده عشان هو اول مره يتولى ان هو يبقى رئيس اتحاد، فالخبره الاداريه مش موجوده. هو عنده خبره، ده اللي بقوله بالظبط. هو عنده خبره كلاعب، خبره كنجم، لكن خبره الاداره وخبره القياسه وان يكون عنده فيجن وعنده رؤيه وعنده كلام زي كده، الكلام ده كله ما كانش يعني ما جنبوش التوفيق ان هو يقول الكلام ده. هو اتحمس اكتر من اللي عادي ان اي رئيس اتحاد هيبقى بيتوجه بنفس مضمون الكلام، يمكن مع استخدام مفردات مختلفه، بس طبيعي ان هو يحمس لعيبه بلده. ما هو يحمسهم بس ما يقولهمش الالفاظ دي، مش حرب يعني. يعني ينتقل الالفاظ اللي يعني احنا هنلعب المباراه قويه، المباراه على ملعبنا، لابد ان احنا الكاس عندنا، الكاس ما يطلعش مننا، الحاجات دي كده. ما هم كسبوا بطولات قبل كده يعني كسبوا. التولي مسؤوليه منصب ما برضو بتخلي الواحد لازم يبقى متحفظ في كلامه. ايوه هي دي بقى اللي هي فايته. حتى تشوف طريق الكاميرا يعني البودي لانجوج بتاعه وجسمه وهو عمال بيتحرك وبيشار بايديه وهو كده. ده يعني الرئيس بيتكلم هادي بيتكلم، لكن ما بيخشش بالاندفاعات اللي هو كده. صحيح. هو يمكن اللي ممكن نربطها، يعني انا متفهمه وجهه نظر كريم، اللي ممكن نربطه شويه او نفهمه من كلامه هو قصه ان دي اول مباراه حقيقيه هيلعبها الكاميرون. يعني يمكن علشان كده احنا شفنا وقلنا الكلام ده قبل كده، اتلعب مباريات سهله قبل كده مش من العشرة الاوائل، بنتكلم برضو في البطوله. فسواء هو كان المغرب او مصر، حتى لو كان تصريح سابق، الاثنين من الفرق او المنتخبات القويه. فعشان كده كان ربما هو طبعًا بيقول ان هي بمثابه حرب يعني. لكن تمام. احنا مش عاوزين ناخدها بالصوره دي. لكن هذه البطوله زي ما بقول انها من البطولات اللي ممكن التاريخ هيكتب عليها للي بيحصل الفرق، سواء من الكورونا سواء من هي البطوله دي لن تنسى. والبطوله دي محتاجه محاسبه. يمكن انا وكريم قلنا الكلام ده قبل كده، لازم يكون في محاسبه بعد كده يعني تابعه او تاليه لهذه المسابقه. ولا حضرتك شايف الموضوع هيعدي وخلاص بما تحمله كانت من مساوئ؟ أكيد بصراحه اكيد في لوائح هتتغير وفي نظم هتتغير لان تعالج مثل هذه المواقف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حته ان احنا نكتب مثلا ناخد اربع حراس او ثلاثه، لغايه سنه 2002 كان كاس العالم 2002 اللي اتعمل في كوريا واليابان، كان بيسجلوا بياخدوا 22 لاعب في كاس العالم منهم اثنين حراس بس. ولازم يكتب اثنين حراس، يكتب ده حارس ده حارس. اما حصلت اصابه لحارس الارجنتين والتاني اتطرد فما بقاش عندهم حارس. فطبعا الاتحاد الدولي اياميها فكر ازاي يعالج المشكله دي، ما هو يعني مش ممكن فرقه تلعب دور حارس، ما يحصلش زي ما الكاميرون لعبت كده. اجاز لهم انهم يغيروا لعيب من اللي ما لعبوش ويحطوا حارس تاني. فبعد كده تدارج دي في 2002 ان هو عمل ايه؟ راح جاي قال ان 23 لاعب، 20 لاعب وثلاثه حراس، ولازم تكتب الثلاثه حراس. فدي حصلت لنا يعني. احنا دلوقتي عندنا نفترض ان كاتبين الثلاثه حراس، يبقى صبحي هو كان الحارس التالت. فاذا دي بتحصل من التجارب وكده، فجت لنا ما كانتش موجوده قبل كده فاتغيرت. ايوه بس دي حاجات اساسيه، انا بتكلم عن حاجات تانية ليها علاقه بالتنظيم مش بالفنيات. التنظيم يا كابتن نصير، يعني النقطه اللي انا وكريم بقالنا بنهاتي فيها كتير واكيد العديد من الزملاء، هي قصه التنظيم اصلا للبطوله من قبل الكاميرون، حتى وان لم تكن على استعداد كافي لا تليق ابدا بقاره افريقيا. احنا بنتكلم من اي تو زي بقى، مش بنقول مثلا في بعض المشاكل. عشان بنقارن 2019 في مصر اتعملت ازاي طبعا، ثم جينا في الكاميرون في المفروض 21 بس هي بتعملها دلوقتي، تم تأجيلها. فطبعا الحاجات دي طبعا في ظواهر كتير. ناقص حاجه كمان يعني اقول لحضرتك حاجه في التنظيم، الخبرات الاداريه الموجوده في الكاف دلوقتي مش موجوده. ليه؟ لان احمد اللي كان رئيس اتحاد قبل كده فرغ الكاف من كل الكفاءات، كفاءات الفنيه، كفاءات اداريه، الخبرات دي كلها طلعت بره. فاللي هم موجودين
ما عندهمش امكانيات انهم يعني المواقف اللي بتحصل دي ممكن تتحل بسهوله. أوكي. هم محلو يعني مشكله الثمانيه اللي ماتوا والاصابات دي ما هو دي مشكله سببها هم. كانت حاجه محزنه جدا بصراحه، من الجماهير يموت ثمانيه. تيجي الموريتانيا يضرب السلام الوطني غلط مش بتاعهم. طيب ما هو دي بقى كل دي أمور. دي بقى دي امور مالهاش علاقه بقله الامكانيات، ليها علاقه بالغياب. ده لو تنظيم في مدرسه كانت اتعملت. ده لو انا نظمت كنت هبقى احسن. كنا بنتكلم من شويه انا والهواند على اساعه الاستشفاء في لحظات معينه كانت يعني لعبتنا اتلقطت لهم لقطه معينه. حضرتك كان السوليه عارف القسط بتاع اللبن بتاع زمان؟ لا هو مش بتاع لبن بقى يعني بتاع المخللات هو ظهر عظيم ان هو كازرولة ضخمه واللعيبه يقعدوا يستشفوا جواه. يعني دي بقى مش قله امكانيات، ما هي دي مش قله، دي قله ذوق اللي بتحصل دي. يعني هي كمان مش موضوع على امكانيات، هي طبعا الخبرات قليله، مش الخبرات من ناحيه الكاف، الناحيه من ناحيه الاتحاد الافريقي ومن ناحيه الكاميرون كمان. الخبرات دي هي اللي خلتهم وصلتهم ان انت تشوف المناظر دي، المناظر دي ما كنتش تشوفها قبل كده. كان ممكن تتبادل عليهم انهم يعملوا مثلا زي حمامات السباحه اللي هي البلاستيك الكبيره دي يملوها ويجيبوها تلج، يبقى في منظر حضاري شويه. في نقطه يا كابتن نصير، هو برضو لو احنا هنتكلم بشفافيه، هو الكاف مش هيحاسب. يعني الكاف عنده يعني هو في لجنه منظمه هي اللي بتعمل ده، الكاف ماله؟ الكاف يحاسب بقى في الاخر ممكن، بس مش هو اللي هيعمل لي ده. يعني اللجنه المنظمه هي اللي بتتصرف. ما هو الكاف ليه كان لازم بيشرف بيسال فين الحاجات اللي هتتعمل دي؟ يعني كمتابعه بقى حضرتك بتقصد؟ مش يعني. هو اصلا لازم لما بيجي بيعمل دراسه، اي فرقه هتنظم او اي بلد هتنظم بيجي يقول لهم كل التفاصيل الصغيره دي، بيقول لهم الملاعب شكلها ايه، ملاعب التدريب ايه. طب في محاسبه بقى إيه؟ من قبله بعد كده ولا لا؟ طب المحاسبه هتعملها ايه؟ هيقول لك يمكن تمنع الكاميرون ان هي تستضيف اي بطوله تاني بقى مثلا، بقى في غرامات مثلا ما اعرفش. لا غرامات لا، صعب انها تستضيف تاني. على الاقل يبقى في تعديل يعني ما يؤكد هو على ان يبقى في حد ادنى مرتفع من الجوده في التنظيم. بالظبط. انا اقول ايه، بنقول ان احنا دلوقتي اللجنه اللي هي راحت تشرف وتفتش على امكانيات الكاميرون في تنظيم هذه البطوله هي اللي كانت تقول الكلام ده، كانت تسالهم الفرقه دي فين الاستشفاء؟ مفيش. هيجيبوا لهم دولت يقول لهم لا ما ينفعش، يبقى لازم تعملوا كذا. يعني اذا انا بقول ان مش هو المفروض الكاميرون ما يعرفش، خبراتهم قليله، يبقى الخبرات الاعلى. يبقى معلش برضه ده مش مبرر ان انا ما اكون ما اعرفش، انا لازم اجيب لجنه على مستوى يعني. لازم على كل الاحوال. طيب مش هنختلف. اللي كان واللي حصل حصل واحنا في وسط المعمعه. هل في يعني في رؤيه حضرتك للي جاي وطبقا للتعديل التكتيكي اللي شفناه حصل في اخر لقاءين بصفه خاصه ما بين مصر والمغرب ومصر وكوت ديفوار، مما انبأ ان كيروش ابتدى مؤخرا يستجيب لنداءات الناس كلها الحقيقه بالزبط. وتعديل طريقه تعامله مع الملف عموما رجع في ضوء اللي حصل ده الكام يوم اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات، هل حضرتك مطمن على اللي جاي ولا شايف ان اللي جاي برضه خلاص؟ احنا جربنا ماتشين، المباراتين يعني مباراه ساحل عاج ومباراه المغرب، ادتنا مؤشر ان هو بيفكر ازاي والفرقه ماشيه ازاي، فدي تطمنا على مباراه الكاميرون، رغم ان هي المباراه مش هي اولا مباراه هتبقى خططيه 100%. بالمناسبه انا لما بقول لحضرتك مطمن على اللي جاي، انا اللي جاي ما اقصدش بيه بس لقاء مصر والكاميرون بكره، انا بتكلم حتى فيما يتعلق بتصفيات كاس العالم، يعني بكلمك اللي جاي عموما. قصه ثانيه يعني كاس العالم. هل الشفت اللي حصل من كيروش فعلا وقولا حتى في تصريحاته اللي ابتدت نبرتها تختلف؟ كل حاجه اتغيرت فيه. ودي حاجه كويسه. احنا كل حاجه اتغيرت فيه. يعني اتغيرت في اسلوب كلامه، في تصريحاته، في أدائه في الملعب، في تنفيذ اللاعبين، في اختيار اللاعبين، في توظيف اللاعبين، في اختيار الطرق اللي بيلعب بيها جوه، كل ده اتغيرت فيه. وده مطمئن يعني. يعني الحمد لله ان شاء الله يطمننا، بس هذه مباراه خططيه 100%. تمام. ندعو الله ان اللعيبه تنفذ الاسلوب الخططي او الطريقه اللي هو هيقدر يختارها كيروش انه يلعب بها المباراه. مين فيهم التوفيق؟ وبعدين المباراه دي الكبيره اللي زي كده التفاصيل الصغيره هي اللي هتفرق، مش الحاجات اللي حاجه كبيره وكده، التفاصيل بينهم بين الفرقتين هينزلوا متوابين الاثنين، كل واحد متحفظ يعني بقدر الامكان ان احنا، وبعدين ما نخافش منهم. الكاميرون لعبت ضد حارس مرمى مدافع
جاب الجونين يعني مش عايزين نقول ده جابه 11 جون. كابتن مصير ثواني بس لان معانا خبر عاجل. احنا كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم في الفقره يعني الاولى وكنا بنقول عن سلبيه مسحه كافه اللاعبين، لكن للاسف الشديد في خبر عاجل دلوقتي حالا وصل لنا وهي ايجابيه مسحه موسيماني. فللاسف الشديد في ايجابيه لمسحه موسيماني وده اخر حاجه دلوقتي متداوله يعني من الاخبار الخاصه بينا. فبرضه اهو شوف خبر زي ده يبقى اذا لما بقول لحضرتك ان الحاجات بتتغير، اللوائح بتتغير والنظم بتتغير بناء على الواقع، لان زمان ما كانش في كورونا والمستجدات المفاجاه والمستجدات دي، فلازم يبقى لها حل طبعا. يعني يقولوا مثلا لو لعيبه جالها مثلا كورونا المفروض تحصل ايه، المفروض العدد اللعيبه ايه، المفروض التغيير يكون ايه، مدرب مثلا حصل له حاجه زي كده المفروض يحصل ايه، كل الحاجات دي. ما القايمه بتزيد ولكن للاسف طب هنا قايمه المدربين هتزيد؟ لا المدربين مش هتزيد، ما ينفعش قايمه المدربين التعديلات تزيد. التعديلات ينفع يبقى في تعديلات مؤقته نظرا لمرور العالم كله بظروف استثنائيه طبعاً. ويرجعوا تاني لو نفس قواعدهم القديمه في حال زوال المشكله ممكن كل حاجه، لان دي انت دلوقتي لا بتتدخل في السياسه ولا بتتدخل في الاديان، ده مش قران. أيوة انت مش أيوة. هتغير القران، مش انجيل بيتغيره، مش هنغير في الحاجات دي ولا بنغير في السياسه، بس لازم نواكب مستجدات طبيه خطيره. دي كلها حاجات اللي عملها بني ادمين، يعني اللي عمل اللوائح دي كلها بشر طبعا، فالبشر يغيروا بما يشوفوه في الواقع اللي احنا فيه. بس بقى تعالى بقى على الواقع، يعني ايه كم الاصابات يعني لسه كنا بنطمن على المنتخب الصبح وقلنا الحمد لله ما فيش اي حاجه، وبرغم التداول الاشاعات اللي حصلت ان محمد صلاح عنده يعني ايجابيه مسحته وقلنا الكلام ده عار تماما من الصحه. طيب دلوقتي بنروح للاهلي وموسيماني، ومش بس يعني الموضوع متوقف عند هنا، الله اعلم اللي جاي ازاي. رغم التحفظ وهم كلهم متحفظين وعارفين وداخلين، ودكتور احمد ابو عبلة عارف يعني ايه اللعيبه دي وايه الاداره والماسك لازم يكون محطوط والكلام زي كده، بس هتجيله منين؟ يعني هو جاله ده منين اللي هو الكورونا دي؟ ما تعرفش بتخش من الباب ولا من الشباك ولا بتخش من، ما تفهميش. ايوه الكوفيد يعني طبعا يعني اللي جه للمسلمين هو ما يعرفش جاله منين رغم ان هو متحفظ طبعا. فيعني وفي ناس سايبه نفسها جدا ما بيجيلهاش، او في ناس لكن هو صحيح. متحفظ وكده الظروف، واحنا بنقول يعني طب انعكاسات الخبر ده اصلا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه مش ناقصه، ما اللعيبه اصلا ما فيش لعيبه كاملين يكونوا موجود، يجي كمان المدرب اللي هو هيقود الفرقه. يعني البطوله السنه دي او السنه دي ما اعرفش في كاس العالم يعني ايه اللي بيحصل فيها، لا مبسوط لنا في النسخه دي بالذات اللي حصل فيها فعلا استثناء، لا يعني اللاعبين وبعدين بلاش الكورونا، انت عندك المنتخب ودي حاجه طبعا شرف لنا كنادي اهلي انك تبعت كل اللعيبه دي لمنتخب مصر، بس انها تيجي في نفس التوقيت حاجات كلها. وواحد كان قبل كده يقول لك ايه، لا وراح تلعب كاس عالم للانديه. أيوة انت مش هتلعب بطوله عندك ناشئين في الفريق، ده بطوله عالميه بناشئين يعني من عندك بقى. يعني ما كل الحاجات دي كلها عوامل غريبه جدا صح، انت كلها بتتجمع في بطوله واحده صح، بتتجمع مع نادي واحد صح، وانت النادي الوحيد اللي فيه الاصابات دي. لو شوف الانديه اللي بيلعبوا، هل النادي الاهلي بثقله وبحقيقيه ومنطقيه جمله الاهلي بمن حضر وتكرارها العشرات من المرات عبر التاريخ مع اختلاف الملابسات في كل مره، ممكن التشكيل ده يفاجئنا بان هم واقفين على رجليهم وعاملين اللي عليهم وزياده، ويفاجئونا بوصول لمراحل نهائيه من البطوله برغم كل الملابسات اللي احنا بنتكلم فيها؟ ورغم ده كله بقى في حاجه واحده هنا، الفايت سبيريت، الروح القتاليه، الروح القتاليه، الروح الاهلي هتيجي في اللعيبه دي، هتقدر انت تأدي. قد يجوز اللي بيحصل ده كله بيكون لك، لان انت دلوقتي حماس اللعيبه دي والزياده اللي عندهم والاندفاع، وكل واحد بيتمنى ان هو يلعب في كاس عالم فلاقي نفسه بيلعب كاس عالم، وبعدين الفرقه اللي قدامك هتبص لك على انك انت ناشئين فهتبص لك يعني نظره دنيه لتحت. انت هتبص لا انا بلعب كاس عالم وكده، قد يجوز الفايت سبيريت، وده اللي هيعمل الفايت سبيريت والروح القتاليه. هو عموما كده مصائب قوم عند قوم، فوائد اللي حاصل ده قد يكون نقطه انطلاق قويه جدا لجيل كامل جات له فرصه على طبق من ذهب ان هو يقدم نفسه بقى للجماهير. بالظبط بالظبط، هي بس طبعا هيقدر بس ما يلعبش ماتشات كتير،
يعني ممكن ماتش اتنين ان انا ابقى متحمس قوي، لكن مع الجد بقى الفرق خلاص كل واحد هيعمل لها حساب. لكن في اول مباراه انا متفائل خير برضه في ماتش كاس العالم ده يا رب يا كابتن نصير. لا انا متفائل يعني، ان على كل حال هنتفائل بقى مع بعض وهنتكلم عن الاهلي. هتعرفي وهتعرفي ان فتحي نصير قال لكم صحيح. يعني ايه ان الروح الفرقه دي لما هتلعب في الماتش الاولاني هتشوفوا حاجة جديدة إن شاء الله. يا رب خير. هنروح فاصل ونرجع نشوف بقى القصة دي بالتفصيل. ماشي. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. بيكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن فتحي نصير عن ما فين الأهم والأبرز على الأقل الفترة الحالية، منتخبنا ولقائه غدا إن شاء الله مع الكاميرون والنادي الأهلي، ولقائه يوم السبت الجاي إن شاء الله. وبيتهيألي برضو محتاجين نقف شوية قدام اللقاء الاول للنادي الاهلي، اول جوله من جولاته واول لقاء ليه في النسخه دي من كاس العالم للانديه، وبيلعب فريق قد يكون ما هوش الفريق الاشهر في بلده، ولكنه على الاقل فريق بيتسم بطبيعه اللعب اللي بتلعب في المنطقه دي من العالم. كره قدم سريعه ومهاراته اقرب ما يمكن للعب الحواري بتاع زمان. يعني المكسيك برضو فرقه من الفرق الكبيره ومن الدول الكبيره في كره القدم، يعني اسم ما نقدرش نقول عليها انها فرقه قليله، لكن الظروف زي كنا بنتكلم قبل كده، يعني حسه موسيماني دي صعبه جدا، صعبه لفرقه، وبعدين ضربه مش وقتها يعني، بس ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هو يعني بتتخطط ازاي وبتتعامل ازاي. دي هتدي دوافع اكتر وهتطلع الطاقه المكنونه عند اللعيبه. في اللاعب بيبقى عنده لياقه بدنيه ولياقه ذهنيه ولياقه خططيه، كل الحاجات دي موجوده، بس بيبقى عنده ولياقته بيكملها وكل الكلام ده، عنده الروح القتاليه وكل الكلام ده، في عنده جواه بقى طاقه مكنونه دي ما بتطلعش وما بتتفجرش بره الا لما يحصل الصعاب اللي زي دي، زي موضوع بتاع موسيماني دي. موسيماني دي هتبقى تشك يعني صعبه للفرقه وكده، لكن هو مش هيقدر ينزل الملعب ومش هيقدر يقود الفرقه طبعا. لكن يمكن مثلا وهو في الغرفه في العزل بتاعه هيحطوه لوحده، يقدر بالتليفون بسكاب ممكن يكلم الفرقه، ممكن يكلم سامي مصاب موجود معاه، يقدر يشرح لهم، يقدر يعني يقدروا انهم الوضع ده مش يفرق كتير، لكن هيدي دوافع اكتر للعيبه وخصوصا اللعيبه اللي هم صغيرين. اصحاب الخبره ممكن يتفاعلوا اكتر مع خبر مفاجئ من النوع ده، لكن اللعيبه الصغيره اللي لسه بتقول يا هادي، واللي هي اوريدي قد تكون مخضوضه الى حد ما، اكيد اكيد يعني اول ظهور ليها في كاس العالم للانديه يعني مش يعني ما لعبش دوري عام مصري، ما تخوفناش بقى اكتر من كده. لا انا يعني بقول ما لعبش دوري عام مصري، يلاقي نفسه كاس العالم، يلاقي نفسه بيلعب. بس دي فرصه عظيمه يعني، بعض الفرص لا تاتي مرتين. لا صح يعني صح. بجد طبعا. دي فرصه عظيمه لازم يستغلوها. دي بتبقى يعني يقول لك مكتوبه له يعني طبعا. مكتوبه له انه هيلاقي نفسه بيلعب في كاس عالم، بيمثل النادي الاهلي، بيمثل مصر، بيمثل افريقيا. هو النادي الاهلي مش بيمثل هل نفسه. اللي حاصل الظروف العكسيه اللي حصلت معانا دي حاصل زيها لفرق منافسه برضو هتشارك في النسخه دي من ولا احنا منفردين ولا احنا بس اللي مبسوط لنا في المشاركه بتاعتنا؟ لا هو المكسيك عنده ست لعيبه، الفريق المونتري ده جاء هيجي له يوم الخميس اخر النهار، لان عندهم ماتشات بره، يعني اللعيبه دي اللي هي بتلعب مع منتخباتها هيرجعوا تاني للنادي بتاعهم، زي علي معلول رجع لنا، احنا رجعنا وديانج رجع، هم لسه فرقهم لسه ما ترجعش، بيلعبوا الاربع، عقبال ما يجي لهم بقى هيجي لهم بس السبت، هيبقى الجمعه بس ويلعب السبت. ففرق التوقيت ان هو في 8 ساعات من هنا وهنا، كل الحاجات دي قد مش هقول انها تبقى زينا يعني، بالنسبه لنا احنا هتؤثر على شكل ادائهم، يعني الفرقتين قريبين من بعض في الحته دي، لكن احنا مش هنقول، احنا هنبقى متميزين اكتر بجمهورنا. جمهور النادي الاهلي في الامارات ما شاء الله يعني اكنه بيلعب في استاد القاهره، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي هتكون قويه وهتكون دافع لنا. وبعدين احنا بقى ان شاء الله ربنا يسهل بكره لمنتخب مصر، هيدي دوافع اكتر للنادي الاهلي اللي هيلعب السبت، وان شاء الله الحد يكون نهائي كاس افريقيا يكون برضو طيب. منتخب مصر موجود فيه
فدي حاجة حت يعني إن شاء الله. الدوافع كلها هتكون متخلطة مع بعض، لكن لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية والعالمية تتعمل بطولتين يشرف عليهم نفس الجهة اللي هو الاتحاد الدولي. صحيح. إنه يشرف على الفيفا، بيشرف على كأس العالم، وبعدين هو بيشرف طبعا الاتحاد الافريقي بيشرف هنا على افريقيا. انا استاذن حضرتك، انا اسفه والله، بس لان هم عمالين يقولوا لنا عشان بس ما يقطعش، احنا هنروح على طول دلوقتي نطير لابو ظبي وزميلنا العزيز امير هشام موجود دلوقتي وهيطلعنا بقى على الكواليس. امير يعني بنصبح عليك صباح الفل طبعا، ونقل لنا بقى الصوره عندك كده وطمنا، اتفضل يا امير. صباح الفل عليك يا نهاوند وعلى كريم، وطبعا صباح الفل على الكابتن الكبير كابتن فتحي مسير، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. يعني اليوم الثالث بالنسبه للنادي الاهلي هنا في ابو ظبي استعدادا لبدايه وانطلاق كاس العالم للانديه باذن الله. الاهلي يكون موفق في هذه البطوله رغم كل الظروف المعاكسه اللي بتواجه او اللي بيواجهها النادي الاهلي، واخرها طبعا اصابه مستر بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، وان المسحه بتاعته طلعت ايجابيه، فبالتالي يعني المصائب لا تاتي فرادى زي ما بيقولوا، يعني للاسف اصابات كتير وظروف صعبه جدا بيواجهها النادي الاهلي هنا في ابو ظبي. زي ما احنا عارفين بدايه من لاعبي الاهلي المتواجدين في المنتخب في مهمه وطنيه، يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق، مرورا ببعض الاصابات، واخيرا مستر بيتسو موسيماني ايجابي كورونا، ان شاء الله هيتعمل له مسحه او اتعمل له اوريدي مسحه من حوالي ساعتين تحديدا، منتظرين نتيجتها باذن الله تتحول لسلبيه، ومن ثم ينضم لتدريبات النادي الاهلي او يشرف على تدريبات النادي الاهلي حسب نتيجه المسحه. فان شاء الله باذن الله ايا كانت الظروف لاعيبه النادي الاهلي رجاله، الجهاز الفني بالكامل كله بيقوم بالعمل بتاعه على اكمل وجه، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي في صالح الفريق. نقطه مهمه جدا طبعا كنتوا بتتكلموا فيها مع الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، وهو فيما يتعلق بفريق مونتيري المكسيكي والغيابات اللي عنده. عايز اقول لكم ان هنا مفيش اي تفكير عند الجهاز الفني او اللعيبه بخصوص الغيابات، او ممكن الجهاز الفني شويه بيحاول طبعا بما انه بيدرس فرقه مونتيري فبيحاول يشوف نقاط القوه والضعف في حاله الغيابات دي، ان هي مش هتشارك 11 من 9 ل 11 لاعب تقريبا مش هيكونوا متواجدين في مع مونتيري بنسبه كبيره، لكن من الممكن جدا ان هم يشاركوا بالمناسبه، لكن ده امر مش بيشغل بال اللعيبه اللي مركزه بشكل كبير قوي في ان هم باذن الله يقدروا يحققوا الفوز والانتصار في اول مباراه رغم كل الظروف اللي بيدركها كويس جدا جدا جمهور النادي الاهلي واللي عارفها واللي متابعها لحظه بلحظه طبعا كل جماهير النادي الاهلي، لكن دايما طموح الاهلي يعني لابعد الحدود ايا كانت ايه العقبات اللي بتواجهك بتحاول تتغلب عليها وبتحاول ان انت تتخطى هذه العقبات عشان تقدر تفرح جماهير النادي الاهلي وعشان تسطر بالنسبه لك تاريخ كالعاده. الميزه النهارده في كاس العالم او في النسخه دي في كاس العالم تحديدا ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده معظمهم، وانا بقول معظمهم لان عندنا بعض الشباب الموجودين من قطاع الناشئين اللي شاركوا مؤخرا في كاس الرابطه، لكن المعظم دي تاني بطوله بالنسبه له فاصبح في خبرات، حتى احنا في اول بطوله خدنا المركز الثالث، فده بيدي ادفانتج بالنسبه للفرقه، بيدي عنصر يعني ثقه وعنصر نفسي جيد جدا بالنسبه للاعبين، كل ده بغض النظر عن الظروف طبعا اللي احنا اتكلمنا فيها، فالثقه موجوده ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مدركين كويس جدا جدا ان ايا كانت الامور ايه والعقبات اللي بتواجهها ايه انت مطالب دايما بالفوز، واكيد اكيد الاكتر اللي انت مطالب بيه هو ان انت تادي اداء قوي جدا في الملعب وتلعب بروح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مختلف المباريات دي. يعني النهارده هيكون في مران بالنسبه للنادي الاهلي الساعه 8 بالليل، قبليه هيكون في طبعا ميعاد الغدا الساعه 2 الظهر، كل دي توقيتات ابو ظبي، واكيد هيكون في محاضره في الغالب، طبعا المحاضره دي هتكون قبل المران، بس في الغالب مستر بيتسو موسيماني مش هيحضر المحاضره دي وهيكون موجود اكيد كابتن سامي قمصان، هو اللي اتكلم مع اللعيبه وهو اللي اتكلم في بعض الامور والنقاط، الا اذا نتيجه المسحه اتحولت لسلبيه، وده اللي بنتمناه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني المعزول حاليا في غرفته في مقر اقامه النادي الاهلي. لو في اي استفسار انا معاك اتفضل. يعني امير طبعا بنشكرك جدا، ترجعوا لنا بالسلامه منتصرين باذن الله، ويمكن انا كنت بس النقطه اللي انت اتكلمت فيها وانعكاس سلبيه مسحه يعني بيتسو موسيماني على الفريق هل هي مؤثره ولا لا، انت طمنتنا برده فالحمد لله.
لله، واحنا كنا كده كده متوقعين مهما كانت الظروف زي ما انت قلت لن تؤثر على ابدا الروح في الاهلي. شكرا ليك جدا يا امير، ومره ثانيه ترجعوا لنا ان شاء الله بالسلام. كويس يا كابتن فتحي ان احنا برضو اطمنا على الروح المعنويه للفريق، لان كانت نقطه مهمه جدا، انعكاس يعني ايجابيه مسحه موسيماني على الفريق. طبعا طبعا، وبعدين زي ما قال كريم ان كابتن سامي موسيماني هو اللي هيتولى الاداره زي ما قلنا، نفس الفكره، وقلنا برضو هيفضل موسيماني لوحده، لكن ان شاء الله الاهلي بمن حضر طبعا، وروح الفانيله الحمراء هي هتكون موجوده في اول مباراه ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، دايما بتسعدنا بوجودك، وان شاء الله نلتقي على خير، نورتنا وشرفتنا. وبنستأذن حضراتكم بقى، هنطلع فاصل سريع بس خليكم معانا، لان الفقره الجايه ان شاء الله واللي ان شاء الله هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، اعتقد هتكون فقره مهمه جدا وهيتقال فيها كلام يهم كتير جدا من حضراتكم، كلام عن الفيتامينز ودورها في تعزيز الطاقه وكمان التركيز عند الانسان. خلي كلنا يا كريم محتاجين موضوع التركيز. لا بجد يعني كلنا بنعاني من مشكله والذاكرة. التركيز والذاكره. انا على فكره انا بنسى بشكل فعلى كل حال زي ما كريم بيقول لحضراتكم، يعني انا هروح فاصل وكريم هيرجع مع دكتور دينا علشان يعني هذه الفقرة اللي في غاية أهمية، يعني بجد اللي عايز بقى يستفيد يكتب حتى الأدوية أو الاستشارات اللي هي هتتكلم بخصوصها. وأنا بالنسبة لي كده خلاص الأسبوع انتهى، أشوفكم إن شاء الله أنا وكريم الأسبوع الجاي وبداية أسبوع جديد وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة. اهلا بيكم مره ثانيه. اعتقد الموضوع اللي هنتكلم فيه هيهم كتير جدا من حضراتكم. الحقيقه في ناس كتير دايما بتشتكي من ان هم مكسلين، حاسين بخمول، حاسين ان ما عندهمش طاقه، ناس تانيه بتشتكي من عدم التركيز، ناس ثالثه بتشتكي من النسيان المستمر. ويمكن الحاجات دي بيكون ليها علاقه بشكل ما واحيانا بشكل مباشر بنقص الفيتامينز في الجسم. عموما ادينا هنتاكد ونعرف التفاصيل من خلال وجود دكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرز، اللي طبعا بنسعد دايما بوجودها معانا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو، كله زي الفل. خمول، عدم تركيز، نسيان، وكل دي امور بيبقى لها انعكاسات سلبيه جدا اثناء الواحد ما بيمارس يعني حياته حتى اليوميه. هل فعلا بتبقى مرجعيتها نقص فيتامينز ولا مش شرط؟ فعلا يا كريم بنشوف المشكله دي كتير جدا، وما بقاش مقتصر على كبار السن، احنا بنشوف شباب دلوقتي مش قادر ينزل، مش قادر يمارس حياته اليوميه. مهم جدا ان احنا نعرف ازاي ندير طاقتنا، لان الطاقه هي اللي هتدي لك الانرجي انك تعمل مستقبل، انك تنزل شغلك، انك تحقق اهدافك، انك تعمل حتى فلوس، انك او الست المتزوجه تعرف تربي عيالها، ما تزهقش، ما يبقاش عندها الكسل. مشكله الكسل والخمول مشكله كبيره جدا جدا، ويعني خليني اعرف يعني ايه في الاول كسل او خمول. يعني اصحى من النوم ما اقدرش ابتدي نشاط معين، او بداته ومش قادره اكمله، او وانا بكمله عندي عدم تركيز. الحقيقه اسباب الكسل كتيره جدا، من اهم الاسباب اول حاجه زي ما قلت يا كريم نقص الفيتامينات والمعادن. دي مشكله مهمه جدا، وهتكلم اكيد على المكمل الغذائي اللي اسمه مالتي فيت. ده من اقوى المكملات الغذائيه اللي تقدر تديني الانرجي وان انا اقدر انتج في المجتمع واحقق اهدافي. طب ما احنا فيها يا دكتور، بس يلا بينا على طول. بس كنت برضو عايزه اقول إن مع الفيتامين ومع الب مالتي فيت لازم نراعي حاجات كتيره جدا. لازم ان احنا تبقى مناعتنا كويسه، لان التعب بيبقى نتيجه التهابات او فيروس او بكتيريا. الانفلونزا مثلا بتعمل تعب كبير قوي، حالات البرد الشديده بتستهلك طاقتك، قصور في الغده الدرقيه بيستهلك طاقتك، عدم الاكل الصحي كمان. وعندي مشكله كبيره جدا في قصه الاكل الصحي، ان السكريات، وكل مره هتكلم معاك على السكر، نمنع السكريات بقدر الامكان. السكريات بتهدل المناعه وبتسحب طاقتي. موضوع المشروبات الغازيه اللي بنشربها، كل المشروبات الغازيه بتمتص المعادن والفيتامينات ايا كان لونها، ويمكن كان معتقد كده ان اثرها، عشان أيوة. ما اعلان طبعا أيوة. ان الابيض منها الابيض هيعالج البرد، ايا كان لونها بتمتص المعادن والفيتامينات. اوكي. مشروبات الطاقه، طبعا مشروبات الطاقه بتدي لك طاقه فتره قصيره، لكن بتعمل زياده في الوزن وبتعمل اضطرابات في القلب وبتعمل مشاكل كتيره جدا. أوكي. فلازم نحد من مشروبات الطاقه. عندي كمان الستريس
برضه هقول الاسترس بيسحب طاقتي، فلازم نظبط الاسترس عشان الكورتيزون يتظبط. لازم نلعب رياضه كويس قوي، لازم ننام فترات كويسه 8 ساعات على الاقل في اليوم عشان الطاقه تبقى كويسه والتركيز يبقى كويس. حلو. ولازم تبقى معدتي وامعائي كويسين عشان لما اجي اتكلم على المكملات، المكمل الغذائي ألب مالتي فيت، الامعاء تقدر تمتص كل المعادن والفيتامينز اللي داخل ألب مالتي فيت. وهي الامعاء تبقى كويسه ازاي؟ الامعاء تبقى كويسه اولا ادويه الحموضه ما ناخدهاش عماله على بطال، مهم جدا تحت استشاره الطبيب. الامعاء تبقى كويسه ان انا برضو الانتي بايوتكس ما تتاخدش ابدا عماله على بطال، انها بتعمل ريزيستنت للفيروس وبتعمل ارتشاح في الامعاء ودي ممكن تعمل لي مشكله مناعيه. طب الفتره دي بصفه خاصه كميه الانتي بايوتكس اللي بتتاخد لا. لاسباب مختلفه كتير. لا لا، ما هو ما فيش حاجه اسمها ايه ده، اصل انا حاسس تعبان اخد انتي بايوتكس، دي كارثه. شاكك لا، المضادات الحيويه ما تتاخدش عمال على بطل اطلاقا لان بتبوظ حمض المعده وبتبوظ لي الامعاء. انا محتاجه حمض معده سليم ومحتاجه امعاء سليمه. طب نفس التحذير ده دكتوره دينا ينطبق على الفيتامينز كمان؟ يعني ساعات برضو الواحد بيسمع ان اي حاجه عموما كمبدا بتزيد عن حدها وارد جدا ان هي تتقلب لضدها، هل الكلام ده يشمل الفيتامينز؟ اكيد اكيد، برضو عدم الافراط في كثره الفيتامينات. يعني بتلاقي ناس كتير مثلا ايه، انا هتكلم على ألب مالتي فيت ياخدوا 5 اقراص، هو قرص واحد هيديلك كل الفيتامينات والمعادن اللي هتحتاجها، مش بس للطاقه، للطاقه والمناعه والتركيز وصحه البشره والشعر والوقاية من أمراض كتيرة جدا. فكثرة الفيتامينز لا، وبالذات الفيتامينات اللي هي قابلة للذوبان في الدهون زي فيتامين كي، زي فيتامين اي، زي فيتامين دي، التلاتة دول ناخدهم بحذر شديد لأن هي ليها سمية في الجسم لو معدل بتاعها زاد. فدي حاجة مهمة. وإحنا شايفين دلوقتي العلبة اللي بتكلم عليها يا كريم، ده ألب مالتي فيت مكمل غذائي بيدعم جدا الطاقة. العبوة فيها 30 قرص بتكفي شهر، طبعا السعر كويس جدا وآمن لكل الناس. هو قرص واحد في اليوم؟ قرص واحد صباحا ولا مساء؟ بعد الغداء، على كوباية مية كبيرة لأن معظم الفيتامينات اللي فيها قابلة للذوبان في الماء. أوكي. ملهاش أي سمية. بيتاخد مرة واحدة في اليوم، هيكفي العلبة شهر. وينفع اخده لمجرد ان انا حابب احافظ على صحتي ولا لازم اكون واخده بناء على مرض ما وتوصف لي ان انا أخده؟ لا، الفيتامين او ألب مالتي فيت انا بنصح بيه ان احنا يبقى لايف ستايل. أوكي. الاكل الصحي مهم، لكن احنا مش ما بنعرفش ناكل طول الوقت ان احنا نظبط فيتامين سي عندنا، نظبط فيتامين اي، نظبط كل عائله بي كومبلكس داخل ألب مالتي فيت. احنا شايفين دلوقتي الـ على الشاشه جواه فيتامين اي، جواه فيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 الكوبالامين، كل عائله فيتامين بي كومبلكس موجوده داخل هذا البرودكت. بلس ان انا عندي الكالسيوم مهم جدا للعظم ومهم للقلب كمان طبعا، ومهم لتظبيط الكوليسترول في الدم. عندي كمان الزنك، الزنك من اهم المعادن اللي لازم نحرص ان احنا ناخدها يوميا. ابتدينا نهتم بيه، يعني الناس اللي زي حالتي اللي مش فاهمه قوي او مش متخصصه، بس ابتدى يبقى له نجوميه في الفتره الاخيره الزنك. الزنك طبعا الزنك مهم جدا جدا للمناعه، مهم جدا للتركيز، مهم للطاقه، مهم عند الرجال للخصوبه. أوكي. مهم جدا جدا للرجال لان ممكن يكون الرجال عندهم مثلا ضعف في الخصوبه، بياخدوا زنك بيقدر يعزز لهم الخصوبه عندهم كويسه. كويس قوي، جميل. طيب هل في محاذير ما تخص مثلا التعامل مع الفيتامينز غير عدم الافراط فيها؟ عدم الافراط بالنسبه مثلا لو هتكلم على ألب مالتي فيت للست الحامل حلو جدا، لان السيده الحامل بتحتاج فوليك اسيد، بتحتاج كالسيوم، بتحتاج فيتامين فوليك اسيد وفيتامين بي وكالسيوم، لكن ممكن الدكتور بتاعها يديها اكتر لان هي حامله بيبي فبيحتاج طبعًا. تركيز اعلى.
ألب مالتي فيت مناسب لكل الناس، مرخص من هيئة سلامة الغذاء، فدي تدي امان ان انا باخد بيلز مش هتديني اي اعراض جانبيه، لانه اتعمل عليه تيستات وترخص وموجود في جميع الصيدليات، ودي حاجه مهمه. انا بحب قوي ان انا لما اجي اخد مكمل غذائي اخده من الصيدليه، ده يديني امان. مفيش حاجه في الصيدليه بتتحط او تي سي على الرف غير وهي امنه 100% ومصرح بيها وزاره الصحه وهيئه سلامه الغذاء. جميل. على ذكر سلامة الغذاء، انت اكتر من مره اتكلمتي في حته الغذاء السليم. اه طبعا. هو ايه الغذاء السليم؟ الغذاء السليم امتى اقول ان انا باكل بشكل صحي وسليم؟ ان انا امنع السكريات طبعا. انا عن نفسي منعتها. ناس كتير تقولك لا انا محتاجه سكر عشان طاقه في اليوم. السكر بيدي طاقه وقتيه، لكن زي المشروبات اللي هي مشروبات الطاقه زي مشروبات الطاقه. أوكي. والاكثار في الكافيين لا. كنت انا قبل كده مثلا لو عندي مثلا تصوير ست سبع حلقات في اليوم تلاقيني 5 قهوه، ده بيدمر الطاقه. لا، هي مره واحده بس. ده في ناس فاهمه ان القهوه بتدي طاقه. لا 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 لا, لا هي كان عندي مشوار وهسوق مسافه طويله وهنام على روحي، لا اضرب لي قهوه دبل. لا، بيوصل لحاجه اسمها كافيين توكسيستي، سميه الكافيين، بيعمل ضربات قلب وبيعمل ضغط مرتفع، بيعمل ديس ادفانتج كتيره جدا. فلازم نعرف معدل الكافيين اللي بناخده في اليوم، ده مهم جدا. الاكل الصحي يعني بروتينات. أوكي. سواء مثلا نباتيه وحيوانيه. نباتيه وحيوانيه. لكن لو انا عايزه حديد، يمكن كمان مهم قوي اقول ان نقص الطاقه لو انا عندي فقر دم. اوكي. نسبة الحديد لازم نعمل لها مونيتور مرة كل 6 شهور، نسبة الحديد والفريتين، مخزون الحديد. طيب أكل إيه؟ يعني طاقة يعني حديد وبروتين. أكل إيه فيه حديد؟ الهيموجلوبين بتاع الكبدة، يمكن الحديد بيبقى مصدره أعلى في اللحمة والكبدة. فناكل ده. وكمان الحلو في ألب مالتي فيت المكمل الغذائي إن فيه فيتامين سي وزنك، بيساعد جدا على امتصاص الحديد. حلو. ويمنع من فقر الدم. فقر الدم يعني دوخة، يعني عدم تركيز. أوه. يعني شعري عايز حديد. أوه. وبروتين، يعني شعري بيقع، يعني ما عنديش طاقة إطلاقا. فلازم أخد بالي من الحديد كويس قوي. وداخل ألب مالتي فيت في عندي فيتامين سي وفي عندي الزنك، الاثنين بيساعدوا على امتصاص الحديد. أوكي. الزنك مهم جدا للمعده. وعلى طول بقول معدتي سليمه، امعائي سليمه، انا زي الفل. اوكي. طيب الميه فين بقى في اللي احنا بنتكلم فيه؟ الميه دي اساس كل حاجه حيه. الميه اساس كل حاجه حيه، وكل خلايانا حيه. شعري عايز ميه، جلدي عايز ميه، قلبي عايز ميه، عضلاتي عايزه ميه. على الاقل نشرب 2 لتر اقل حاجه، 2 لتر في اليوم. 2 لتر في اليوم عشان ما يحصلش جفاف. أوكي. الجفاف بيعمل عدم طاقه، الجفاف بيخلي مفيش فيتامينات ومعادن، مفيش ميه. طب. فخلاص احنا بنموت. طب هل الميه كمان يا دكتوره دينا الافراط فيها غير مستحب؟ هو ولا دي امان معانا في لا أي هي حاجة. هي ما حدش بيشرب اكتر من 2 لتر 3 لتر في اليوم يعني. هي دي المعدل الصح يعني. وكمان الميه بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وتنظيم البلاد فلو في الجسم. فالمية مهمة جدا. أوكي. الأكل الصحي كمان لو عايزة طاقة، المكسرات فيها طاقة كويسة قوي. المكسرات مليانة مغنيسيوم. الموز مهم للطاقة. بتلاقي كمان الشباب اللي بيروحوا يعملوا رياضة في الجيم لازم ياكلوا موزاية. أوكي. الموزاية فيها مغنيسيوم وفيها أملاح معدنية مهمة جدا للطاقة. عندي كمان الأوميجا اللي موجود في الأسماك. أنا مع الدهون الصحية جدا. أوكي. مش مع لو فات دايت. بتسمع إيه؟ هعمل دايت لو فات والكاربلس. لا، أنا لو فات دايت ده أنا لا أحبسه أبدا، لأن جسمي محتاج دهون صحية على فكرة. أوكي. دهون مهمة جدا لسلامة الدماغ وسلامة العقل والأعصاب والقلب، كل الحاجة والكبد، كل الحاجات دي محتاجة دهون. فأنا عندي كمان الأسماك، ناكل مثلا سالمون، ناكل سردين، السمك نفسه صحي جدا. لو هتكلم على قصة كمان التركيز يا كريم، لأنك أنت قلت لي طاقة وتركيز. التركيز مرتبط بالطاقة. أوكي. يمكن كنا نسمع ايه جدودنا هم اللي بقوا ينسوا، دخلوا في الزهايمر. لا، انا بشوف عيال صغيره طبعًا بتنسى. لا، وعلى ذكر التركيز كمان، ده في طلبه وطالبات كتير قوي بيشتكوا ان هم مش عارفين يذاكروا، ان هم مش عارفين يركزوا طبعًا، سواء في البيوت او حتى هم قاعدين في الفصول. طبعا
نتيجة حاجات كتيرة جدا جدا، عدم التركيز، قلة النوم، الضغوط النفسية طبعا، المذاكرة، التفكير الكتير، كل ده ما بيريحش الدماغ طبعا. لازم دماغي ترتاح، لازم أنام 8 ساعات على الأقل في اليوم. كمان التركيز ليه حتة كبيرة جدا أنه نقص معادن فيتامينات. المخ محتاج فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه، لأن فيتامين بي هو اللي بيصلح لي الخلايا العصبية. محتاج المخ محتاج فيتامين إيه. فيتامين إيه من أهم الفيتامينات اللي بتعمل على عدم أكسدة. يمكن أكلنا المسبك، بلاش والنبي مسبك كتير، أكلنا مسبك كتير يا دكتورة بقى، أنت سحبتي مننا السكريات وسحبتي مننا المسبك بالمعتدل. علمني الصواني على آخر قعدة. بص يا كريم، أنت عارفة ثقافتنا كمصريين في الأكل، أما هي دي المشكلة. وبعدين مش كل المصريين، بس في فئة معينة بتعز الاكل قوي، بتتعامل معاه بحب. بيحصل ايه بعد كده؟ وتلاقي بقى صينيه مش عارف ايه بالايه وبرام مش طيب عارف. لما نوصل لل 50 بيحصل ايه؟ مش بيحصل كوليسترول عالي؟ اه طبعا. بيحصل سكر طبعا، بيحصل امراض القلب، بيحصل تصلب شرايين، بيحصل لا قدر الله جلطات في الدماغ. فكل ده من التسبيك والزيوت المهدرقه والقلي، كل الحاجات دي بتعمل اكسده رهيبه وبتطلع خلايا حره، بتعمل التهابات وكمان بتوصل لكانسرز. يعني مثلا لو هتكلم على قصه الكانسر، بيقول لك ايبيجينيتك. يعني ايه ايبيجينيتك؟ لو الكانسر عند اي حد وراثه، انا عندي مثلا حد ناس في العيله جالهم الكانسر، فممكن اكون حامله الجين. أوكي. الجين لن ينشط لو انا ما عملتش مسببات السرطان، زي السجاير مثلا. أوكي. مسبب كبير للسرطان، زي الاكل اللي فيه رصاص، زي الاكل اللي فيه زيوت مهدرجه. لو انا عندي جين ومشيت على اكل صحي ما يجيش سرطان، لان الجين بيفضل كامل. أوكي. كذلك السكر مثلا بيبقى ايبيجينيتك. كذلك الشعر مثلا، لو جين، لو عند الرجال جين الصلع، طبعا الستات ما عندهم جين صلع. انا هتكلم مره على موضوع الشعر، الستات ما عندهاش جين صلع. كنا هنشوف شويه مناظر عجيبه حقيقه. ما عندهاش، لكن دي من رحمه ربنا طبعا ان احنا ما بنصلعش، الا لو عندي امراض مناعيه هنتكلم عليها. لكن الراجل لو عنده جين الصلع وما عملش الـ 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 العوامل الخارجيه البايظه، مش هيحصل له صلع. زي ايه بقى العوامل الخارجيه؟ اللي برضو الاكل مستحي، الاسترس، حاجات كتيره جدا جدا، الشامبوات اللي فيها فورمالين وسلفيت وبارابين، كل الحاجات دي. لو انا عرفت اكل اكل صحي وامشي على الب مالتي فيت وانام فترات كويسه وامنع الاسترس، جين الصلع هيفضل كامل. لكن اكيد لو حصل صلع للرجل، لا غنى عن زراعه الشعر. لا طب جين الكرش اخباره ايه بقى؟ ولو بنتكلم بقى على شويه الثوابت اللي عند ناس كتير جدا مننا. الحلو في الب مالتي فيت انه بيدعم جدا التمثيل الغذائي. مشكلة الكرش مشكلة كبيرة عند ستات وبنات ورجالة وكل الأعمار بيشتكوا، وحتى لما بنخس أكتر حاجة بنخسسها هي الكرش. مهم دهون البطن يا كريم، مهم جدا أتكلم عليها، لأن هي أخطر دهون، أخطر من دهون الدراع، أخطر من دهون الأرداف، وأصعب حتى لما تيجي تتحولي رياضيا تتخلصي منها. دايما تمريناتها طبعًا صعبة طبعا يعني. طبعا والدهون دي بتخلي ما فيش طاقة خالص، أنا مش قادرة أقوم. لازم نلعب رياضة كويس، لازم نقضي على دهون البطن، لأن البطن فيها المعدة والكبد والبنكرياس. ما ينفعش يبقى فيه دهون. البنكرياس لو عليه دهون هيجيلي سكر، مش عارف يشتغل ويفرز انسولين. مهم جدا ان احاول انزل بطني. انا يعني ان احنا ما ناكلش حتى بالليل، وبلاش مسبك وبلاش سكريات زي ما انا قلت، ونعمل رياضه. الرياضه مهمه للستريس، مهمه ان انا اقلل افراز الكورتيزون، مهم جدا، لان الكورتيزون لما بيعلى في الجسم وبيعلى في المخ، عدم تركيز، كسل، خمول، واحنا محتاجين طاقتنا عشان ننتج في المجتمع ونحقق اهدافنا. انا لو ما عنديش طاقه مش هعرف اشتغل طبعا. ما لو طبعا. والطاقه كمان ساعات الواحد لما ما عندوش طاقه ما بيبقاش عارف يتكلم حتى. هو ده بقول لك، ولا يتكلم ولا، وتعاملك مع الاخرين بيبقى صعب جدا طبعا. ثقتك في نفسك بتهتز. يعني ايه ابقى نايمه من بالليل للصبح واصحى مش قادره اعمل حاجه؟ دي كارثه. فبنصح كل الناس وكل مشاهدين قناة الأهلي يبدأوا ياخدوا الألب مالتي فيت، لأن زي ما أنا قلت فيه كل الفيتامينات والمعادن، من فيتامين إي، فيتامين سي مهم جدا لأنه بيساعد على امتصاص الحديد، وليه أهمية إن هو بيحفز لي على إنتاج الكولاجين. يمكن ساعات موضوع التعب، أنا أصل عظمي بيوجعني مش قادرة أنزل، فبيجي لك كسل. العظم محتاج كالسيوم،
ألب مالتي فيت جواه كالسيوم، محتاج فيتامين سي عشان يحفز لي على الكولاجين. طب هو الكولاجين مهم للعظم، 90% من بروتينات العظم والغضاريف عبارة عن كولاجين. هي جملة عظمي بيوجعني دي الواحد برضو بقى بيسمعها كتير في الفترة الأخيرة. دي برضو فيها مؤشر ما دي إن الأكل مش صحي قوي اللي أنا باكله، أو إن أنا مش باخد الفيتامينز اللي المفروض أخدها بالانتظام طبعا. اللي المفروض أخدها بيه لازم أخد المكمل الغذائي. الأكل الصحي مش كفاية أبدا، لازم العظم محتاج كالسيوم، محتاج مغنيسيوم، الاثنين دول مهم، محتاج فيتامين سي. طب هل المكمل الغذائي في حد ذاته مش قادر اقول لك يغني عن الاكل الطبيعي؟ اكيد ما يغنيش. لا بس طبعا. بس في ناس مثلا طبيعه شغلها، التوقيتات اللي بتشتغل فيها، عدد الساعات اللي بتشتغل فيها، الاماكن اللي بتشتغل فيها بتخليهم ياكلوا مثلا، لو حسبتي اكلهم اللي بياكلوه على مدار اليوم ينفع بعد ما يتجمع يبقى وجبه واحده. لا، هل المكمل الغذائي بقى مفيد في الحاله دي؟ الاكل الغذائي مهم، والسناكس اللي بين الاكل الغذائي ما تقوليش مثلا ان انا اكلت بروتين وسلطه وحاجات ودهون صحيه واجي بين السناكس اضرب لي كيس شيبسي. هو حاجه ضعيفه. انا بحب مثلا اضرب ننقنق في المكسرات 2-3 مثلا، لان المكسرات اللوز، الكاجو، عين الجمل، الحاجات دي كلها الياف، كلها مغنيسيوم، كلها طاقه. لو السناكس مهم ان انا اعرف اخد تفاحيه بدل كيس شيبسي. اوكي. بلاش المشروبات الغازيه بتمتص المعادن الجسم، بلاش خالص. الـ 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 العصاير ما نحطش فيها سكر بقدر الامكان. عايز سكر نحط معلقه عسل. والله لو حضراتكم مشيتوا حسب توجيهات دكتوره دينا ابو السعود هتبقوا ارفع مني كلكم. يعني فاضل لنا ايه طيب؟ سحبت كل الاكلات مننا دكتور. لا ما انا مهم قوي. لا بس كلامك حقيقي منطقي حتى جدا فعلا يعني. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتينا واسعدتينا كالعاده، والاهم ان انت دايما كمان بتفيدينا وبتعرفينا معلومات يمكن تبقى غايبه عننا وممكن ما نبقاش عارفينها من الاساس، فكل الشكر ليك. ميرسي يا كريم، ميرسي قوي. واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. ان شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير في حلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.